اهلا وسهلا فيكم ببدو تريد، شو كتير مهم اليوم. رح فرجيكم عن مؤشر اخر مره وصل لهالمستويات، السوق طلع بشكل جنوني، وعندنا اخبار كتير مهمه عن البيتكوين، دوج، ماتيك، شيبا، ان اف تيز وغير. مثل ما قلت لكم الشو كتير مهم، اعملوا لايك اند سبسكرايب وخلينا نبلش. اول شيء بدي احكي عن البيتكوين. البيتكوين امبارح نزلنا لهيدا المربع اللي هون اللي بحكي عنه كذا مره، كل ما نوصل عليه عم نقب وقب السعر عن جديد. هلا عاده وقت نوصل على معدل ال 100 نهار هون في مقاومة كتير قوية، هون وصلنا عليها نزل السعر، هون سرناها شيء بسيط ما قدرنا نسكر فوقها ونزل السعر رجع لهالمنطقة. إذا ما قدرنا نكسر هيدي المرحلة اللي هون أنا برأيي رح نرجع ننزل، وأنا توقعت في طلعة صغيرة بعدني ماني مأمن فيها 100%، بعدني بحس البيرز هن ان كنترول لهلأ، بس على المدى البعيد أنا كتير بولش والسوق رح يطلع على المدى، إذا مش هالجمعة جمعة الجاية أو اللي بعدها أو اللي بعدها. So على المدى القصير في uncertainty، في volatility، السوق بده يلعب وبعدهم البير ان كنترولز عم يستعملوا الناريتيف تبع التضخم وتبع كتير اشياء، بس على المدى البعيد كتير بولش. ليه كتير بولش؟ لانه في معلومات كتير مهمة. دولة جديدة Central African Republic بافريقيا عملت بيتكوين عملة رسمية، كتير بلدان عم بتبلش تعمل، هيدي تاني دولة بتعمل البيتكوين عملة رسمية، في مناطق عملتها بس هيدي بلد بعد السلفادور. وحكينا بالفيديو اللي عملته عن البيتكوين كونفرنس في ثلاث دول عم بيقرروا يفوتوا عليها، هيدا فات تاني دولة فاتت، ها ما كنا حكين عنها. كتير دول اللي حتبلش تعملها، ليه؟ لأنه في دول كتير فيها فساد، دول عالم تالت عملتها الوطنية كتير منا منيحة وعم تضلها طوطة، العالم بدها شيء تحفظ مصرياتها فيه يلي هو البيتكوين، وهالشي كتير كتير بوزيتيف. ها بداية في دول غيرها رح تلحقها، أحدهم عم بيحكوا عنه هي الأرجنتين. الأرجنتين عم تعمل أدوبتينج، عم تتبنى الكريبتو بشكل كتير كبير. سنة الماضي بس عملت 1.86 مليار دولار من وراء الكريبتو، يعني بيجربوا يفوتوا من الباب العريض على الكريبتو يعملوها ليجل تندر، وهيدا الشي كتير كتير بوزيتيف. وفي غير دول أكيد رح تجي مع الوقت لحتى تعملها. شو عم يعملوا الحيتان؟ الحيتان وقت يكون السعر واطي عم بعدهم عم يشتروا، الاخضر هو شريتهم وهون السعر، الاسود هو السعر، السعر بيوطى هن بيشتروا بيزيدوا شريتهم، السعر بيوطى هن بتزيد شريتهم. لاحظوا كيف دائما السعر بيعلى هن بيبيعوا، عم يشتغلوا عكس. بدنا نبلش نحن نلحق الحيتان شو عم يعملوا، نعمل مثلهم. شو المؤشر اللي انا قلت لكم بدي بحكيكم عنه يمكن يكون كاتاليست لحتى يخلي السوق يقب؟ سعر البنك اوف تشاينا المارك لثالث يوم ورا بعضهم عم بيكون العملة الصينية الرسمية اليوان، تشاينيز يوان، عم تنزل 3% تقريبا من قيمتها، شو كل يوم عم تنزل 3% عم ينزل. اخر مرة اليوان عمل ديفالويشن هيك البيتكوين باتن وينت ستريت اب، يعني هون البيتكوين وقت نزل سعر اليوان هون البيتكوين اب سعره بشكل جنوني. ليه؟ بس لفسركم لتعرفوا انتو ليه. البيتكوين وقت بالصين بتحد من الدولة من استعمال العالم للدولار الأمريكاني، لأنه ما بدهم الأمريكان يكون عندهم كنترول عليهم، بهمهم أمر يستعملوا العملة الرسمية. وقت العالم بتشوف قيمة عملتهم عم بتقل من وراء الكورونا، من وراء كتير العقوبات، من وراء كتير أشياء عم بتقل عملتهم، هلأ في تفشي جديد بالكورونا بالصين، هالاشياء بيخلي العملة تقل قيمتها. وقت تقل قيمتها ما فيهم يحاولوها على الدولار لانه الدولار عم يعلى قيمته اول شيء، والدولة بتمنعك تحاولوا على الدولار لانه بيحطوا لك كمية معينة من الدولار فيك تستعملها. العالم بتنقلها على عملة تانية او ستور فاليو لحتى تترك قيمتها فيها، سو بتحولها على البيتكوين، بتحول مصرياتها على اكسشينج ومن الاكسشينج تشتري فيهم بيتكوين وبتحفظها بالبيتكوين. هالشي بيخلي سعر البيتكوين مثل ما انكم شايفين يقب بشكل جنوني. اخر مره صارت هيك صار بال2015 اب سعر البيتكوين بشكل جنوني لانه العالم خافت على مصرياتها بالصين، وهالشي كان كاتاليست لبول ماركت كتير كبير. وقت تطلع البيتكوين بقيت الكريبتو كله بيلحق، وهيدا الشيء كتير كتير بولش. شغله ثانيه، جراي سكيل بعده عم يعمل بوش للاي تي اف، سبوت اي تي اف مثل دائما بنحكي عنه، شكلهم عم بيقربوا بشكل كتير كبير ليجيبوه. وسبوت اي تي اف بيصيروا عم يشتروا بيتكوين حقيقيه بدل ما مثل بالبورصه، بدل ما يشتروها كانه فيوتشر مثل بيتمنوا السعر يطلع او ينزل، عم يشتروها، وهالشيء بقيمه من السيركيليشن، بقيمه من التداول، وبيعلي سعر البيتكوين بشكل كبير. دوج كوينز علي سعره امبارح 13%، اليوم تقريبا 13% من وراء ايلون ماسك. ايلون ماسك اشترى تويتر، انتهت الديل، بطل فيهم، كانوا عم يجربوا ما يخلوه يشتري، ما لح يقدروا لح يشتري، انا برايي لح يكحش كل شيء فيه بالمجلس الاداره، ولح يعمل شيء له علاقه بالدوج كوينز على تويتر لانه هو عمل هنت بسم تويتس اللي عملهم. سو سعر الدوج كوين عم تخيله بس ليقرر ايلون ماسك شو بده يعمل، لح يقب على هال
الشغلة. سو مثل ما نعرف إيلون ماسك بيحب الدوج، عنده بيتكوين، عنده إثيريوم، هو بيقولوا له الدوج فاذر، وبيحب يلعب ألعاب الدوج. سو يمكن يعمل شيء ديل بين الدوج وتويتر، ويمكن يخليك تدفع فيها كمان مثل ما عملوا بالبيتكوين خلال اللايتنينج نتورك. سو هذا شيء كتير كتير بولش. الماتيك، خبرية تانية عن الماتيك، الماتيك حرقوا أكثر من 650 ألف ماتيك لهلأ، يعني تقريبا ما بيقارب المليون دولار تقريبا. هالشي كتير كتير بوزيتيف، وقت يحرقوا كل ما يحرقوا أكثر كل ما بيبلش يعلى السعر مع الوقت. سو عم يلحقوا شو عمل الإثيريوم، بلشوها مش من زمان ولهلأ صاروا 650 ألف حارقين، مع الوقت رح يحرقوا أكثر وأكثر. أنا كتير بلش على الماتيك، أنا بحمل ماتيك بس لخبركم، وماتيك أنا برأيي عنده مستقبل قوي كتير. شيبا إينو، شيبا إينو كمان بلش بالحرق، عصير الحرق شيبا إينو بلش حرق، تقريبا صار محروق 11 مليار توكن. وشيبا إينو عملت كمان الميتا، عم يشتغلوا على الميتافيرس، عندها سواب، عم يشتغلوا على كذا شغلة كمان، هالشي رح يخلي لها سعرها يقب كمان بالمستقبل. اخر خبريه هي شوي نيجاتيف، هي الان اف تيز، انسرق بالان اف تيز بورد ايب كلوب. اول شيء عملوا هاكينج على الانستغرام والديسكورد، مجرد عملوا هاكينج على هوليك انسرقوا تقريبا بقيمه 13 مليون دولار ان اف تيز. سو ذير از نو مينت جوينج اون توداي، منعوا المينتس هلا اذا حدا عم يستعملهم، بس لخبركم ما فيكم تعملوا مينتس حاليا للان اف تيز. هلا بيراقبون وبيرجعوا بيقدروا يجيبون، بس شيء لتعرفوه لحتى تكونوا انتم محضرين نفسيا. إن شاء الله انبسطتوا بهالفيديو. أنا برأيي البيتكوين على المدى البعيد مثل ما قلت لكم كتير كتير بولش، ولح تقب سعرها بشكل كبير. اليوم عندنا فيديو تاني جهزته عن البورتفوليوز، بنزله بعد شي 3-4 ساعات. أنا احضروا كمان، لايك و سبسكرايب للشانل إذا عجبكم الفيديو، وأنا بشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت أبديت جديد. Thank you.